السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى ان وانتم كلكم بخير على خير. رمضان كريم. اليوم لقيتوني تنوجد فطور، وهنايا عندي هنايا عجينه قبيله عجنته، هذو لي عجينه ديال البيتزا. واليوم غادي ندير ميني بيتزا، هذو لي بيتزا صغيورين. صافي هذاك صح اخواتي، خليت ارتاح هذو لي عجينه ديالي ودرته في الدلاحه بحال هذا شقل سي دقه واحده، ودغيا دغيا تنوجد عادو لي بيتزا صغيرين، ميني بيتزا صغيرين. وحنتوما معايا كل نوبه كل نوبه اخواتي كندير بحال هذا شقل بس نشوف اذا كان غليظه ولا ما غليظه. وصافي انا هذاك الساعه ساليت ودرت هذا عجينه ما غليظاش وما كفيفاش، بس يجي نيشان. وانا ما عنديش هادوري كيقطع في القورات ديال البيتزا، وعندي غير هذا مغطايا ديال قاروره وصافي. هذاك الساعه كنقور بحال هذا شقل، كنقطع زعما بحال هذا شقل مقوره مكوره كوره زعما، وحتى نكمل هذاك الشيء. ودغيا دغيا يعني شحال درت هنايا بزاف على دقه واحده. صافي هذاك الساعه غادي نحطو هنايا في الطباسيل ديال الفران ديالي بس نطيبو تما في الفران، وضروري يكون الفران ديالي مشالة. صافي هذاك الساعه اخواتي كملت هذاك الشيء، حطيت هذاك الشيء كامل في الطباسيل ديال الفران ديالي، وضروري غادي نكتبو كيفاش كيقول كتبو يعني بحال هذاك الشقل بحال هذا. صافي هذاك الساعه دخلته في الفران تكون سخونه، وباقي غادي ندير غير هنايا فوق الطاجين ديالي. وبصراحه كيجي زوينه، يعني ماشي بنينه، كيجي زوين يعني كينفق كينفق وكفيف، وما كنحمروش بزاف بس ما يقاس علينا. وصافي هذا هو الكامل، ها انتما شفتوها. وصافي اخواتي هذاك الشيء كامل درته تقريبا 36 حبه، ودغيا دغيا وجدوا هذاك الشيء. وباقي هنايا عجينه اللي كان قبيله شفتوها، ودرته هنا في الطاجين بس نديرو فيها على البيتزا اليوم. وهذا هو الكامل درته، ودابا دابا نخلي غير يبرد هذولي، عاد غادي ندير في الميكا وغادي نديرو في الثلاجه وصافي، لا في الفريجو. صافي دابا اخواتي لقيتوني دابا تنوجد عصير، دائما دائما ضروري عصير، انتم عارفين ضروري عصير في الفطور. وهنايا عندي غير التفاحه، وهذولي سلقتو هذاك النهار درتو في الفريجو، وهذولي كيزو باربا، ودرت فيها العصير ديال درت فيها الحليب، وزيد هنايا شويه السكر على حسب. صافي ما تندير بزاف دابا السكر، تندير غير شي شويه على حسب الذوق. صافي هذاك ساعه خلطته في المولينكس بحال هذا الشكل، وحطيته هنايا في الكاس ديال العصير وسليت. وهنايا دابا 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 غادي نوجد عاود شي هذاك النهار صوبته، شاركت معكم كيف صوبت هذاك الشيء. محمد قال لي صوبنا هذاك الشيء اللي صوبتي هذاك النهار ديال اول سحور ديال رمضان، صوبت له وهو عجبه هذاك الشيء وصافي. هو قال لي صوبنا هذاك الشيء وصافي، غادي نصوب دابا. وعندي هنايا الفول في القشور ديالو، وغادي ندير فيه الطومه. انتم عارفين الناس اللي تفرز في الفيديو ديالي في الاول سحور عارفين كيفاش كيصاوب هذاك الشيء. وبصراحه هذاك ساعه اخواتي في الطاليك كاينين ناس ما كيعرفوش كاع هذاك الشيء، وكاينين ناس كيقول شنو هذاك الشيء، شنو هذا الماكله، اول مره تنشوفوها. بصراحه هذاك الشيء اخواتي بنينه، ودابا زوج مره تندير وعجباتني، وتندير فيها كزبر وماغنوس وصافي. خليتها تما حتى يبرد شويه. وهنايا هذول العجينه ديالي اللي قبيله شطات لي
غادي ندير فيها البيتزا، وهنايا درت فيها المطيشه الصوصه مع صوصه، وهذا مطيشه اخواتي عندي مخلط مع الطون، ودرت فيها البصله، بصله هذا كان عندي في الثلاجه، ودابا غادي نديرها. وهنايا الفورماج ديال البيتزا، وغادي نزيد هكذا فوق بس يكون معمرين والزيتون مقطعين. صافيها من بعد طابت، هذا هو البيتزا الشكل ديالو، وبصراحه كيجي شيشه اخواتي، كيجي شيشه. صافي دابا غادي نوجد دابا في الطابله، نتوما عارفين وقت الطير. ومن بعد اخواتي هذا هو اللي فورت، وهذا هو اللي كسكس وفول، والحمد لله الخير موجود. يعني حطيته في الطابله، وعندي هنايا الحريره، ودابا غادي نحط في الطابله بس كل شيء جاهز. وحنتما معي من بعد هنا غادي نوجد هنايا كاس ديال العصير، وهنايا غادي نوجد هنايا ضروري في رمضان تمر، وعندي هنايا شويه شو كيقول الشباكيه. وصافي هذاك ساعه اخواتي طابله واجده، وانتم معي رمضان كريم. السلام عليكم، كي داير المشاهدين؟ كلشي بخير، نتمنى واش تكونوا بخير على خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم ايجابيه، وشكرا لكم من القلب. صراحه بغيت نقول لكم الراي ديالي بالنسبه للاني والفطور اللي كتحضر، وبالنسبه كذلك لهادشي اللي كتشوفوا معايا. يعني في هذا سيدنا رمضان، يعني ما لقاش شي فيديوهات انها اللي دير معكم، ولكن كتبغي انها بارطاجي معكم، يعني شنو كتعرف تصايب الفطور، شنو كتعرف دير، المهم نشارك معكم يعني الاكلات اللي كتحضر والشهوات اللي كتحضر ليا لينا. وصراحة يعني هذا أول عام يعني كنصومو أنا وياها، لأن من قبل كانت كتصوم مع مال الدار كاملين مجموعين، وكانت هي راني كتعاون مع أمي، كتعاون مع خوتي باش كيحضرو الفطور. وهاد العام هذا حنا صايمنا بوحديتنا، صمنا بوحديتنا، وصراحة راني ما خلاتني أنني ما كنحش براسي على أنني يعني ناقصاني شي حاجه في الفطور، اولا شي حاجه ما مصايبهاش مزيان، اولا مثلا شهيت شي حاجه وما درتهاش. لا يعني تبارك الله كدير حسن، يعني ولات كدير اكثر من داكشي اللي كانت كتحضر هي مال الدار، وهذا يعني كتصاوب واحد الشهوات اللي زوينين. وفهمتوا كيفاش يعني كتبرعنا، يعني صراحه لاني يعني الحمد لله، يعني كما كنقولوا مرا وقاده، يعني حادقه، ومهم كتنقص في الكوزينه وكتبغي دير شي شهوات وتبارطاجيهم معكم، وكذلك كتخليني على انني نحس ان يكون فطور مغربي، ويكون يعني ما نقصت حتى شي حاجه. وانا كنقول ليها يعني على انك ما تكتريش بزاف، لان مع الاولاد ومع لا فيديو ومع الشقه ديال الدار، يعني ما تكتريش بزاف، يعني ديري شي حاجه بسيطه. وكذلك انا صراحه ما كتجمعش الطبله مثلا فيها بزاف هادي وهادي وهادي وهادي، لان الانسان كيدوخ وكيبقى ياكل من هنا ومن هنا، ما كيحش بهذيك المكان حتى كيلقى راسو مثلا يعني كيف ما كنقول لك نفخ شي. علاش كتكون وجبه وحده ولا جوج، يعني صافي شويه العصير وهادشي اللي كاين. يعني ما انا ما كيعجبنيش صراحه ان الطبله تكون عامره بزاف، باش كيعجبني تكون غير حاجه وحده ولا جوج باش كنركز عليهم وكناكل. هيا بحال دابا اخواتي مثلا واخا ندير شي حاجه نعمر طبله، يعني تطلع لي الدم شحال هذاك النهار. انا نقول لكم هذاك النهار كان صوبت بزاف، يعني كاين البروي وكاين بيتزا وكاين رطاجين، وانا طلعت لي الدم، عرفتوا ولا؟ يعني ما اكل هذاك الشيء، غير كل غير لي واحد هو تتعجب، غير بحال دابا وجبه وحده، يعني غير حاجه وحده كتحط، يعني ما تحطش هذه وهذه وهذه، غير تزيد التميره. كتزيد التميره، الله اكبر كبيره.
وصافي اخواتي، هذا هي نهاية الفيديو اليوم. اتمنى ان عجبتكم هذا الشيء. هذا هو افطار الخمسة ديال رمضان. يلا اخواتي، شكرا بزاف، نشوفكم في الفيديو اخر.